مشاهدينا الكرام، لمزيد من الحديث عن انقلاب الجابون وعن أسبابه وتداعياته، معنا هاتفيا من إسطنبول مدير المركز الأفريقي للأبحاث ودراسة السياسات محمد صالح إبراهيم. مرحبا بكم أستاذ محمد معنا. حياكم الله وأهلا وسهلا، وحياكم وأحيي مشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك. إذن انقلاب عسكري في دولة الجابون بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، والذريعة أو الحجة عدم شفافية وحالات التزوير، كيف رأيتم العملية الانتخابية؟ هل شابه ما تحدث عنه المعارضة والانقلابيون من عمليات تزوير فعلا؟ أولا، سياق الانقلابات طبعا يعني يعتبر هذا الانقلاب الثامن في المنطقة منذ 3 سنوات. صحيح. وإفريقيا في الجزء الغربي تحديدا يعني تشهد موجة من التغييرات. بالنسبة للجابون، أنا أتصور أنه من خلال متابعتي ومعرفتي بالأوضاع، وأنا متابع لها إلى حد ما، يعني كانت حالة التململ منذ انتخابات 2016، وليس هذه الانتخابات فقط. يعني كانت المعارضة تتحدث على أن عائلة علي عمر بونغو تحكمت في حكم البلاد لوحدها حوالي 56 عام، ويجب أن ينتهي حكمه. هذا كان شعار المعارضة منذ انتخابات 2016، ولكنها لم تفلح، وجرت محاولة انقلابية فاشلة 2019 بهدف تغيير وإنهاء حكم العائلة. فلذلك هناك أرضية مهيئة من أساسها لتقبل هذا التغيير، بس فقط أن الأمر لم يكن مرتبا بالشكل المطلوب. الآن نزول الشعب إلى الشارع تأييدا للانقلاب، كما تفضلتم هناك حالة انقلاب حصلت في المنطقة، هذا يذكرون أيضا بما حصل منذ مدة قليلة في النيجر. هل ترى من رابط أو محرك لهذه الانقلابات، لا سيما في الجابون أو النيجر؟ وكلها أغلب أسبابها ودوافعها تكون متشابهة تماما. نعم. أولا، الوجود الأجنبي والنفوذ الخارجي والهيمنة وتبعية هذه الدول للدول الخارجية أحد أبرز الأسباب التي جعلت الشعوب الإفريقية تتحرك في الفترة الأخيرة. هذه مسألة في غاية الأهمية. الأمر الآخر، فشل هذه الأنظمة في توفير حياة كريمة لهذه الشعوب، وفشلها اقتصاديا. فبلد مثل الجابون يعني يعتبر رابع منتج للبترول في إفريقيا، وبلد يتمتع بموارد مهولة، بعدد سكان أقل من 2.4، حوالي 2.4 مليون، وشعبه حوالي ثلثه يعيش حالة فقر يعني، و40% من القطاع الشبابي عاطل عن العمل، الفئة التي كان يجب أن تكون في دولاب العمل ودولاب الإنتاج. نعم، يعني من المعروف أن الرئيس علي بونغو هو الرجل الفرنسي في البلاد، هل تعتقد أن باريس ستتخلى عنه كما تخلت حتى الآن يعني مع بازوم في النيجر؟ والوضع في النيجر يختلف بالنسبة لفرنسا عن الجابون. فرنسا بعد خروجها من مالي وبوركينا فاسو وافريقيا الوسطى، نقلت كل ثقلها العسكري والاستخباراتي إلى النيجر، وجعلتها قاعدة انطلاق وتمركز، ودشنت سياسة جديدة اعتبرها ماكرون هي سياسة تعتمد على الشراكة والاحتياج بالدرجة الأساسية، احتياج القارة الإفريقية وليس ما تراه فرنسا من سياسة. الأمر في الجابون، الهيمنة الفرنسية سياسيا ويعني نفوذ من حيث النفوذ أقل بكثير مما هو في النيجر. نعم. على الرغم من أن الشركات الفرنسية حاضرة بقوة في البترول وبعض المعادن في الجابون، إلا أنه يظل الأمر مرتبط ارتباط قوي بفرنسا بلا شك. في آخر دقيقة أستاذ محمد، هناك من يتحدث عن إعادة تقسيم تركة فرنسا في الغرب الأفريقي، هل أمريكا تريد برأيك أن تستقطع أكبر قدر في ظل التمدد الصيني الاقتصادي في تلك المنطقة؟ يعني يمكن القول ذلك، لأن فرنسا فشلت في المحافظة على نفوذها، وبالتالي هي كانت منتدبة للمحافظة على النفوذ الغربي بشكل عام، وهي الآن فشلت فشلا ذريعا. والولايات المتحدة ظهر سلوكها هذا في النيجر، لو لاحظت
أن الموقفين كانا متباينين تباينا واضحا، الموقف الفرنسي المتشدد ضد الانقلاب ما يزال إلى يومنا هذا، والموقف الذي لم يصف ما جرى في النيجر انقلابا حتى الآن الولايات المتحدة، خوفا من خروج المنطقة بأسرها إلى النفوذ الخارجي والروسي تحديدا، لأن الصين متواجدة اقتصاديا ولا تتواجد من حيث النفوذ السياسي والعسكري. إذن محمد صالح إبراهيم مدير المركز الأفريقي للأبحاث ودراسة السياسات، شكرا جزيلا لك.